باعين يعني سحبتوا دم وجزاكم الله خير. هسه زين كاتبين الاسم عليه. ما مسويين ميكس باعين ماده مال دي تي اي، ما مسويين ميكس. شوفي راح اقلبه، مفروض قلت لكم عيوني من السحبون دم وتحطوه وين؟ باليوتيوبات. يعني اي دم السحبوب اي تيوب بماده مضاده للتخثر. يعني الدم مو سحبتي باي تيوب بماده مضاده، يعني تيوب الازرق اللي هو بي تي تيوب ايش بي تراي صوديوم ستراي، الاخضر الليثيوم هيبارين، هذا بالاي دي تي اي طبعا كي 3. من تحطون بي دم مفروض تسووا له ميكس. هذا حطيته هسه بي دم وما سويتوا له ميكس، باعوا ايش بي اي ما متجانس. لازم هذا اول ما ينسحب تسووا له انتو ميكس. بعد شلون متخثر؟ فلازم باي تيوب من السحبون دم وتحطوه بتيوب بي مضاد للتخثر لازم اسوي له ميكس حتى يتجانس ويا الماده المانعه للتخثر. مو اسحبه وعوفه مو وين ماكو ماكو شنو.